الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لله أولا وآخرا الحمد لمن له العزة والكمال الحمد لمن هو أولى وأعلى وأرفع الحمد لمن هو المقصود والمطلوب الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بري أزلي خلق الخلق كمال ثم نشهد والله لا إله إلا الله وحده أحد بتوحيد وتفريد وتمجيد منازل ومراحل ومجالس بالبراهين التي لم يسبق إليها أحد من مخلوق ومنزود صاحب علم وحلم وحكم ونظم ونظم وعزم وجزم من صاحب اسم سواء كان نبيا ووليا وتقيا وجليا وعليا وبديا ورفيا هبيا تقيا بالكمال ثم نشهد أن شهادة الملائكة شهادة الملائكة شهادة بأحدية شهادة بألوهية شهادة بكمال أزلية أبدية سرمدية بلا فارق وهارق ونازم ومائد لا يزال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له لا مشير له ولا معين له ولا مبين له ولا مناظم له ولا مناظر له ولا قسيم قسم 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 لا ولا جسيم جسم 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 لا ولا نظر بذر حذر ولد بلد جلد قصد لا ثم نشهد والله إله إلا الله
ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وشفيقنا ورفيقنا وجميلنا ومنيرنا وأجملنا أكملنا أنورنا أعلانا أولانا أتقانا أجلانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيلك ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.